إخوتي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم مع شرح جديد مع موقع رائع لربح عملة البيتكوين بكل سهولة. قبل أن أبدأ الشرح، أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغط لايك للفيديو وتشارك هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا هو الموقع. الموقع يعطيك 100,000 ساتوشي من عملة البيتكوين لكل من يتسجل عبر رابط الإحالة الذي لديك. إخوتي اغتنموا الفرصة، سأشرح لكم طريقة الربح بكل تفصيل. لو نذهب إلى هنا نرى قيمة الليتكوين 311.2 دولار. إذن هذه هي 100,000 ساتوشي من الليتكوين تساوي 0.31. إذا لو يتسجل عبر رابطك سبعة أناس تأخذ 2.179. إذا يجب عليك أن يتسجل 8 لأن الموقع يأخذ 100,000 ساتوشي عمولة. إذا عندما يتسجل 8 من الأصدقاء عبر رابطك تأخذ 2.49 أو أكثر من 2 دولار. إخوتي الطريقة سهلة جدا، لا يوجد أسهل طريقة للحصول على الدولارات مثل هذه الطريقة. طريقة التسجيل في الموقع سهلة جدا، نضغط على سين أب هكذا، هنا تضع اسم المستخدم، هنا الإيميل، هنا كلمة السر، هنا تضع رقم التليفون الذي لديك، ثم تضغط هنا ليبعث لك الموقع كود، وتظهر لك خانة هذه هنا، تظهر لك خانة هنا، تضع الكود الذي بعثه لك الموقع هنا، ثم تضع هذه الكابتشا، ثم تضغط على سين أب. أظن أن الطريقة سهلة جدا، كما قلت تضع اسم المستخدم، الإيميل، كلمة السر، رقم التليفون، تضغط get sms code يبعث لك الموقع الكود، تضعه في خانة، الآن توجد هذه الخانة، عندما تضغط get sms تضغط الخانة، تظهر لك الخانة هنا، تضع الرقم الذي بعث لك، ثم تتخطى هذه الكابتشا، تضع هذه الكابتشا هنا، ثم تضغط على sign up. ثم يأتي لك إيميل إلى علبة الإيميلات التي لديك، الجيميل أو الأوتلوك أو الهوتميل، تقوم بتفعيل حسابك وتدخل إلى الموقع. أنا لدي حساب من قبل، سأضغط على اللوغين هكذا، بالنسبة لكلمة السر ضع أحرف كبيرة وأحرف صغيرة، هذا هو حسابي. كما قلت لك أخي لا تنسى كلمة السر أن تضع أحرف كبيرة وأحرف صغيرة وأرقام. هذا هو حسابي، هذا هو الريفيرال. عندما تدخل أول مرة تضغط على الخانة اللي يظهر لك رابط الإحالة. ماذا تفعل؟ تقوم بنسخ هكذا هذا الرابط، سواء تعطيه لأحد أصدقائك الذي لديه إنترنت وحاسوب يتسجل به بنفس الطريقة، أو تقوم هنا في الجيميل، ذهب إلى هنا تضغط هكذا، تضع إيميل صديقك، تضع مثلا هنا اسم، أي اسم، مثلا تأخذ ريفيرال هكذا، تضع رابط الإحالة، تبعثه له ليتسجل وتوضح له كيفية التسجيل. طريقة سهلة جدا، اجمع الكثير من الأصدقاء ليكون لديك الليتكوين بكثرة. إذا جمعت 10 أو 11 صديق سيكون لك 1,000,000
ساتوشي من الليتكوين. إذا أخذنا مليون مثلا، انظر كم، انظر يكون لديك 3.11 دولار. لا يوجد أسهل طريقة لجمع الدولارات أسهل من هذه الطريقة. عندما تجمع عدة أصدقاء تذهب إلى هنا إلى فانس، تختار هنا ليتكوين هكذا، هنا الموقع سيضع لك أرباحك. هنا مثلا لديك 8 أصدقاء، تأخذ 0.08، تضعها هنا، هنا تضع العنوان، عنوان المحفظة، تذهب إلى الفوسيت هيب بكل سهولة، تضغط على الديبوزيت هكذا، تضع عنوان، تأخذ عنوان ليتكوين هكذا، تذهب إلى هنا، تضع العنوان هنا هكذا، هنا تضع القيمة مثلا 0.، لديك 8 أصدقاء، تسجل عبر رابطك، تأخذ هكذا. الموقع يأخذ 0.001، تضغط على سيبمايت، سيصلك المبلغ إلى الفوسيت هيب، ستجده هنا هكذا، ستجده هنا. عندما يتم إرسالك المبلغ ستجده هنا مع المبالغ التي سحبت. أول هيستوريك، أظن أن الشرح كان واضح. إخوتي أغتنموا الفرصة، أي شخص لديك تعرفه أعطيه رابط الإحالة ليتسجل. إذا لديك أشخاص أو أصدقاء كثر تستطيع أن تجمع أكثر فأكثر، مثلا إذا لديك 20 هكذا، 20 مثلا 6، إذا لديك مثلا 50، انظروا ستربح 15.56 دولار بكل سهولة. حتى الذي لم يربح في حياته الدولار سيربح من هذا الموقع. إخوتي سأترك لكم رابط هذا الموقع تحت الفيديو، وأي سؤال اتركوه تحت التعليق تحت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.